11 مساء نشرة الأخبار 218 نستهلها بأبرز العناوين. عيون العالم على ليبيا ومخاوف من تنامي الإرهاب. كوبلر يختتم لقاءاته في مصر بلقاء نبيل العربي. طرابلس موظفو الخبرة القضائية يطالبون بحقوقهم. أهلا بكم مشاهدينا إلى التفاصيل. قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أنه ليس هناك موعد محدد لتشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا، وصرح الأمين العام إذا كان علينا الحديث عن فشل فإنه فشل للليبيين، في إشارة إلى الجهود التي بذلتها الأمم المتحدة واقترحت فيها تشكيلة لحكومة ائتلافية في البلاد، لكن بعض الأطراف الليبية رفضتها في اللحظة الأخيرة، وأضاف أن المبعوث السابق برناردينو ليون نجح في التقريب بين الأطراف الموجودين الذين كانوا على وشك الاتفاق لكنهم لم يتمكنوا من ذلك. وتابع بان كي مون أن مفده الحالي الألماني مارتن كوبلر ما يزال يعمل في هذا الاتجاه، مطالبا بلدان المنطقة أن تؤثر في الليبيين كي يتوصلوا إلى اتفاق بشأن قيام حكومة ائتلافية في البلاد. هذا وتتجه عيون العالم صوب ليبيا من أجل الوصول لحكومة وحدة وطنية تنهي حالة الانقسام التي تعيشها البلاد في ظل تنامي الإرهاب الذي بات يؤرق البلاد ودول الجوار. تفاصيل في نص التقرير. لم تنتهي المهمة بعد، ذهب ليون وجاء كوبلر، وجولات لعواصم عربية وغربية من أجل حكومة توافق وطنية في محاولات جديدة سبقتها مبادرات قديمة لإنقاذ دولة انقسم سياسيوها شرقا وغربا. ترحيب دولي، الدول الست العظمى والاتحاد الأوروبي وبعض الدول العربية تساند حكومة الوفاق التي لم ترى النور بعد، وكأنها جنين تأخرت ولادته ويحتاج عملية قيصرية. الأمم المتحدة وعلى لسان أمينها بان كي مون تضع اللوم على أطراف الحوار وتقول إنه إذا كان علينا الحديث عن الفشل فإنه فشل الليبيين وبسبب الليبيين. الجامعة العربية لن تغير موقفها، فمنذ انطلاق الحوار وهي تدعم الوفاق في حكومة واحدة ومجلس تشريعي يجمع نواب الشرق والغرب وترى أنها الخلاص ونهاية الانقسام في ليبيا. العودة إلى ليبيا، فبين برلمان في شرق البلاد ومؤتمر في غربه واجتماعات في العلن وأخرى في الخفاء وتحالفات من يؤيد هذه الحكومة ومن يرفضها، تظل البلاد التي ما زالت تعاني إرهابا يظهر واضحا جليا في بعض المدن، حيث يمارس أفكاره المتشددة على أرض الواقع دون حسيب أو رقيب. عيون كتر تسلطت على دولة غنية تمتاز بموقعها الجغرافي وأياد امتدت لها جهارا نهارا، فالأغلب يريد الاستفادة منها ومن خيراتها ولا يريد إفادتها، في ظل وهم أصحاب القرار في ليبيا بنظرية المؤامرة. مشاهدينا، للحديث حول هذا الموضوع معنا سيد خالد الهوني المهتم بالشأن العام. سيد خالد الهوني مرحبا بك. أهلا وسهلا. تزايدت المخاوف في الآونة الأخيرة، هل حان الوقت أن يتفق الليبيين أن يضعوا حلا لمشكلة بلادهم؟ بالتأكيد حان الوقت، والوقت أصبح يضيع، والموقف في ليبيا أصبح خطير جدا. يجب على الليبيين سواء مسؤولين أو مواطنين أن يعوا الخطر المحيط البلاد وأن يجدوا مخرج وحل لهذه الأزمة التي تعصف بنا جميعا. نعم سيد خالد، البعض رأى بأن زيارة كوبلر إلى القاهرة يعني هذه الزيارة تعتبر في غاية الأهمية، هل ترى كذلك سيد خالد؟ نعم، هو طبعا هي تتويج لعدة زيارات للمنطقة، وقبل أن يزور ذلك القاهرة كان في الإمارات، ويسعى إلى حشد الدعم لمبادرات أو للاستمرار في مبادرة الأمم المتحدة وإلى الضغط على الأطراف الليبية من أجل التوافق وإعلان الحكومة بأسرع وقت ممكن. نعم سيد خالد، هذه الزيارات تأتي قبيل اجتماع دول الجوار في الجزائر في الأيام المقبلة، كيف ستؤثر هذه الزيارات لمارتن كوبلر على جدول الاجتماع؟
الجزائر دعت أطراف الدول، دعت الدول المجاورة لليبيا للاجتماع، وسوف يكون هناك تواجد لوزراء خارجية كل الدول المحيطة ليبيا، وهو استكمال للحوار الذي تم في العاصمة التشادية إنجامينا. لا نعلم حتى الآن، لا نعلم ما هو مدى التمثيل الليبي في هذا الحوار، ولكن كل الجهود، كل يحاول أن يخرج ليبيا من مأزقها، ويجب على الليبيين أن يعوا ذلك وأن يتوافقوا، لأن الوقت بدأ يضيع والوضع في ليبيا حقيقة خطير جدا جدا جدا. نعم، كيف تابعت هذه الزيارات التي يقوم بها السيد كوبلر؟ هل تعتقد بأنها سوف تثمر بنتيجة؟ لما أعود أسمعك الصوت يتقطع فلم أفهم سؤالك. نعم، سألتك كيف تابعت زيارات كوبلر الأخيرة؟ هل تعتقد بأنها سوف تثمر بنتيجة؟ والله هذا ما نعمله، يعني نامل أن تؤمل هذه الزيارات، ولو أنه يركزون جميعا على الجانب الخارجي أكثر من تركيزهم على الجانب المحلي، وهذا ما يعيب الموقف الآن. الجميع سواء كوبلر أو السيد السراج كلهم يسعون لحشد الدعم لحكومات في الخارج ولا يلتفتون بتاتا إلى الداخل، وهذا خطأ أخشى أن تكون له عواقب، يعني لا أريد أن أقول وخيمة، ولكن سوف يعني يخلق صعوبات في المستقبل القريب من للحكومة إذا تم إعلانها. في النهاية الحكومة هذه سوف تحكم ليبيين وسوف تتعامل مع الليبيين وتحتاج إلى الدعم الشعبي، وأنا أستغرب هذا جدا في هذه المرحلة، كيف لا يلتفتون إلى الجانب الداخلي لهذا الأمر. لكن البعض يرى، ربما لا تتفق معهم، البعض يرى بأن الحل في الأزمة الليبية الحل يوجد في الخارج وليس في الداخل. الحل متكامل، لا يوجد حل في الداخل فقط، لا يوجد حل في الخارج فقط، يجب أن يتوافق الجميع. نعلم أن الأطراف الخارجية أصبحت مؤثرة، وكل الأطراف، وهذا شيء مؤسف، الأطراف العربية، الأطراف الأوروبية، الأمم المتحدة، كلها مؤثرة، لكن يظل الشعب الليبي هو المعني، وهو المعني بذلك. ما لم تتلقى هذه الحكومة الدعم والدعم الكامل من الشعب الليبي فسوف لم يكن لها نجاح. أمين العام للأمم المتحدة قال بأن إذا كنا نتحدث عن فشل فإنه فشل الليبيين، يعني هل قدمت الأمم المتحدة كل الدعم ولكن من فشل في الوصول إلى الحل حتى هذه اللحظة هم الليبيون أنفسهم؟ نعم، يبدو أن المسؤولين يسيئون فهم دور الأمم المتحدة. دور الأمم المتحدة هو تقريب وجهات النظر. السيد بيون يعتبر نجاحا نسبيا عندما استطاع أن يضع الأطراف الليبية على مائدة التفاوض، وهذا يكفيه من نجاح، وهم جلسوا لمدة سنة. للأسف المسؤولين يعتقدون أن الأمم المتحدة لديها عصا سحرية هي تمتلك الحل، وبالتالي أعطوها دورا لا يجب أن تأخذه. في المرحلة الأخيرة شاهدنا أن السيد ليون هو تقريبا من يقرر، هو من يعلن الحكومة، هو من يختار أفرادها. كذلك الآن السيد كوبلر يبدو أنه يستمر في نفس الدور. هو قد صرح في اللقاء الأخير في الإمارات، في دولة الإمارات العربية المتحدة، بأنه سوف يزيد المجلس الرئاسي إلى 9 أشخاص. يعني مع احترامي للسيد كوبلر، لكن لا يجب أن يكون هو من يقرر ذلك. يجب أن المسؤولين الليبيين يجلسوا ويروا ما هو في صالحه، ولا يكون الأمر بالكامل الأمم المتحدة، وهذا ما يعقد الموضوع أكثر على المدى الطويل. سيد خالد، ألا تعتقد بأن التنامي الإرهاب في أوروبا وأحداث باريس الأخيرة أن تدفع الدول الغربية أو المجتمع الدولي بالتعجيل من حل المشكلة الليبية؟ هي تعجل ستعجل بالحل، ولكن على طريقتها. الأوروبيين عندما يحلون المشكلة لا يعنيه بالدرجة الأولى يعني سعادة الليبيين أو رغد عيشهم أو ديمقراطيتهم. هناك مشكلة في ليبيا، هناك مشكلة ذات 3 محاور في ليبيا يريدون حلها بأي طريقة كانت. هناك مشكلة الهجرة غير الشرعية، وهي التي يلتفتون، يعني هي التي جعلتهم يلتفتون بالدرجة الأولى إلى ليبيا. هذه المشكلة تمازجت مع والذي توجد له اليوم قواعد، وهناك اليوم بعض الدراسات تقول أن سرت قد تكون العاصمة المستقلية لتنظيم الدولة الإسلامية، وهناك ما يؤكد ذلك.
نعم، والآن كوبلر قد سعى. والمشكلة الثالثة هو النفط والطاقة. نعم الآن نعم سيد خالد، الآن وقد سعى سيد كوبلر في دول المنطقة، الآن كيف تعتقد بأن المحطة المقبلة ستكون؟ يعني ما الخطوة المقبلة التي سوف يتخذها كوبلر في حل حالة الأزمة برأيك؟ هو كوبلر صرح أكثر من مرة بأنه سيستمر في نفس المسار الذي وصل إليه ليون، أو أقل سيبدأ من النقطة التي وصل إليها ليون، وهذا شيء طبيعي وعادي جدا. معظم حتى المسؤولين بصفة عامة أو المفاوضين لا يحب أن يبدأ من جديد، أو على الأقل هذا ما يذكره، يحب أن يجلس النبض يشاهد ماذا ردود الأفعال، ولكن بالتأكيد سوف تكون له بصمته وأيضا في الحكومة القادمة. ما نستغربه من هذه الحكومة المرتقبة هو عدم ظهور أي بوادر لخطة هذه الحكومة. ماذا تريد أن تقدم؟ ما هو مشروعها الوطني؟ كيف في المشاكل ليبيا؟ من الأسماء أعلنت، ولكن يعني ليس هناك أي معلومات عن هذا. نعم، كيف تقرأ بيان عشر دول من العالم مجتمعة أصدروا بيانا ورحبوا فيه بالخطوة التي اتخذها أعضاء من المؤتمر الوطني وكذلك البرلمان؟ بالتأكيد هذه خطوة إيجابية. عندما وقع 92 نائبا على موافقتهم على تشكيل الحكومة، ولكن هذا من جانب، ولكنها من جانب آخر تظهر مدى في داخل مجلس النواب والغياب المتكرر لرئاسة المجلس عن عقد الجلسات الحاسمة، فيبدو أن هناك شقاق داخلي يجب أن يسعوا إلى التوافق بينهم وظهور كجسم واحد، لأن الأخطاء كما قلنا كبيرة وكل أصبح يعني يتدخل في نعم سيد خالد، ويجب هم فاعل آخرين. نعم، تعتقد بأن العالم لقد تعب من الأزمة الليبية بالهجرة غير الشرعية، وكذلك أن داعش قريبا منهم يعني يتنامى بشكل سريع في ليبيا؟ ألا يعني يعتقد الآن العالم بأنه فعلا الآن في هذه الأوقات يجب أن تحل الأزمة الليبية؟ الكل يدعو إلى حل الأزمة الليبية. أوروبا تضغط بقوة، زي ما ذكرنا هناك مشكلة الهجرة غير الشرعية وأعدادها المتنامية. المشكلة الأخرى هي دخول بعض من الإرهابيين مع المهاجرين غير الشرعيين، وكما حدث في الهجوم في باريس. فليبيا يخشى الجميع أن تتحول ليبيا إلى بقعة سوداء أو إلى دائرة سوداء، يعني تغرق المنطقة في بحر من العنف والإرهاب، وهذا يعني خشية كبيرة من هذا الأمر، زي ما ذكرنا، خاصة أن هناك تقارير تؤكد اليوم أن هو كثير من قيادات الدولة الإسلامية انتقلت من العراق إلى ليبيا. هم وسعوا قاعدتهم اليوم بعد أن سيطروا سيطرة كاملة على منطقة سرت بالكامل، يزعون السيطرة على مدينة ليبيا، وبالتالي سيستقرون كامل على الهلال النفطي، وهذا ينقل المعركة إلى بعد آخر. نعم، أشكرك جزيل الشكر سيد خالد الهوني المهتم بشأن العام، حدثني عبر خدمة سكايب من الكندا، شكرا جزيلا لك. بدورها أكدت جامعة الدول العربية دعمها لمهمة المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر من أجل تشكيل حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، واستكمالا لمهمة المبعوث السابق برناردينو ليون. جاء ذلك في تصريح للأمين العام للمساعد للشؤون السياسية بالجامعة العربية السفير فاضل جوات للصحفيين عقب مباحثات أجراها الأمين العام للجامعة نبيل العربي مع كوبلر. وقال جوات أن المبعوث اطلع العربي بشكل مفصل على مهمته ومساعيه في ليبيا بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي بين الأطراف المتنازعة، مشيرا إلى إشكالية وجود حكومتين إحداهما في طبرق والأخرى في طرابلس، ومضيفا تأكيد سعيه إلى تشكيل حكومة واحدة قبل نهاية العام مقرها طرابلس ومجلس نيابي واحد في إطار المشروع المطروح من قبل المبعوث السابق، معربا عن أمله في وجود أكبر عدد من نواب مجلسي طبرق وطرابلس للتوصل إلى اتفاق بالخصوص.
أنا استلمت مهام منصبي كمبعوث للأمين العام للأمم المتحدة مختص بالملف الليبي قبل قرابة أسبوعين، وجئت إلى هنا اليوم للقاء الجامعة العربية لتبادل الأفكار والنقاش كونها تحتل موقعا مميزا في المسيرة السياسية الليبية. من المهم بمكان أن يعود الشعب الليبي لينعم بالسلام والأمن والاستقرار. الوضع الاقتصادي يزداد سوءا، ووصل درجة السوء لنقص الأدوية في المستشفيات. كل الأطراف المعنية عليها التوجه للتوقيع على اتفاق سياسي. وكان كوبلر قد اجتمع في القاهرة مع وزير الخارجية المصري سامح شكري لبحث آخر مستجدات الحوار السياسي الليبي ودور القاهرة في استقرار الأوضاع بليبيا، حيث ناقش الجانبان العملية السياسية في ليبيا وتطورات الأوضاع في البلاد وجهود تشكيل حكومة الوفاق الوطني. من جانبه وصف كوبلر على حسابه الشخصي في تويتر لقاءات القاهرة مع وزير شكري ونائبه حمدي لوزا بالبناءة والمثمرة فيما يتعلق بالخطوات المقبلة في طريق التوصل لاتفاق سياسي في ليبيا. قال المتحدث باسم الهندسة العسكرية في بنغازي سراج الطيرة أن أفراد الهندسة العسكرية تمكنوا من تفكيك لغم مجهز للتفجير عن بعد يزن 150 كيلومترا من نوع صاروخ هاوزر بمحور الليث في بنغازي. وأضاف الطيرة أنه عثر على لغم بمحور الليث مصنوع من مادة TNT شديدة الانفجار مربوط مع بطارية للتفجير عن بعد. يذكر بأن فريق الطوارئ بالهندسة العسكرية يقوم بتمشيط الأحياء والمناطق السكنية التي تشهد اشتباكات بين قوات الجيش والجماعات الإرهابية في عدة محاور من مدينة بنغازي. كلفنا في رقم بلاغات خاص للمدنيين، الناس العزل والمدنيين لما يجينا البلاغ في أي وقت من أي في أي وقت في أي 24 ساعة لما يجينا البلاغ يتم الرجال فصيل الطوارئ اللي قدامك هذوما يتم لما يجينا البلاغ يتم طلوع فصيل الطوارئ مع فصيل حماية، يتم بنزع القذيفة العشوائية ولا أي لغم ولا وجود سيارة مشتبه بها يتم التفتيش عليها. أدانت الحكومة المؤقتة في بيان لها تعرض محطة كهرباء شمال بنغازي إلى القصف بأكثر من 10 قذائف ما أدى لخروج عدد من وحدات التوليد عن الخدمة، الأمر الذي اضطرت شركة الكهرباء على إثره للطرح الأحمال على الشبكة الشرقية، واصفة مثل هذه الأعمال بالإرهابية التي تستهدف المرافق الحيوية للدولة، ذاكرة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي حيال ذلك وستلاحق كل من يقوم بها وتقدمه للعدالة. وإلى طرابلس، حيث نظم موظفو مركز الخبرة القضائية والبحوث التابع لوزارة العمل وقفة احتجاجية لمطالبة الجهات ذات العلاقة بزيادة مرتباتهم. الوقفة التي نظمت أمام مقر المركز التابع لوزارة العدل شملت أيضا مناشدة لضم الموظفين التابعين للمركز إلى برنامج التأمين الصحي أسوة بأعضاء وموظفي وزارة العدل والمطالبة بحقوقهم. هو الاحتجاج على قرار السيد وزير العدل الصادر في سنة 2015 رقم 426 والقاضي بمنح علاء التمييز لأعضاء وموظفي الهيئات القضائية بوزارة العدل. وللأسف الشديد نأمل أن يكون سقط سهوا وليس مقصود أن تجاهل أعضاء مركز الخبرة القضائية والبحوث في منح هذه العلاوة لخبراء مركز الخبرة القضائية والبحوث، لأن مركز الخبرة القضائية والبحوث يمثل العمود الفقري للدولة الليبية بكافة شرائحها، حيث توجد فيه جميع التخصصات والشرائح التي من شأنها حل القضايا والنزاعات التي تحصل في البلد. مشاهدينا، للحديث حول هذا الموضوع معنا من طرابلس السيد علي العروسي رئيس العلاقات العامة بمركز الخبرة القضائية والبحوث. سيد علي، مرحبا بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك السلام. سيد علي، هل لك أن تذكر لنا مطالبكم التي من أجلها قمتم بهذه الوقفة الاحتجاجية؟ في البداية أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
وأتقدم بالشكر لقناتكم المحترمة شكرا لك للفرصة وهذا اللقاء عبر الهواء ولتوضيح مطالبنا وسبب الوقفة الاحتجاجية التي قمنا بإعدادها وتنفيذها في هذا اليوم يوم الأحد 29/11/2015 في الساعة 10 صباحا. نشكر قناتكم بتلبية الدعوة ونسأل الله تعالى أن يعينكم ويعطيكم المزيد من التألق والتقدم. كانت الوقفة الاحتجاجية هذه في بداية الأمر كانت عبارة عن اعتصام. كنا في البداية نخطط لاعتصام والاعتصام طبعا بيترتب عليه قفل مركز المخطوطة الخبرقائية بجميع فروعه في على مستوى ليبيا وبالتالي تتعطل مصالح البلاد والعباد. فقام السيد رئيس مركز المخطوطة الخبرقائية الأستاذ عبد الله برزازة باستدعاء الموظفين ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام بالمركز للاجتماع بمكتبة وقمنا بتدارس والنقاش لحوالي ساعة وأكثر وتوصلنا واتجه الرأي إلى أن نقوم بالآتي: أولا نقوم بالاحتجاج ولمدة ساعة خوفا من تعطل مصالح البلاد والعباد وقفل المركز المحيط الخبرية ترتب عليه مشاكل كثيرة طبعا لا يسعنا ذكرها في هذه المناسبة الآن. ثاني شيء اتجه الرأي والاتفاق على تشكيل لجنتين: اللجنة الأولى تقوم بالاختصاص ببرنامج العلاوة اللي هي علاوة التمييز والقرار الصادر من السيد وزير العدل رقم 426 لسنة 2015 والذي تم تنفيذه فعلا على موظفي وأعضاء الهيئات القضية بوزارة العدل. نعم، لماذا لم يشملكم هذا القرار؟ قرار 426. وهذا هو سبب الاحتجاج اليوم، لماذا لم يشملنا هذا القرار؟ نحن ودعني لو سمحت أكمل تفضل سيدي على اللجنة الثانية. اللجنة الثانية تختص ببرنامج التأمين الصحي والذي أيضا تم منح أعضاء موظفي وأعضاء الهيئات القضائية بطاقات يقومون باستعمالها في العلاج عندما يقتضي الأمر الذهاب إلى المستشفى أو كذا. وبالتالي قمنا بهذه الوقفة الاحتجاجية أولا نريد أن نوضح للسادة المشاهدين وأصحاب القرار في الدولة الليبية بأن لا نريد قفل مركز المخطوطة الخبرقائية لأن هذا المركز يمثل العمود الفقري للدولة الليبية والمحاكم. نعم سيد عروسي، حدثنا عن سقف مطالبكم وإلى متى ستستمر هذه الوقفة الاحتجاجية؟ هذه الوقفة الاحتجاجية كما أسلفت أن شكلنا لجنتين ستتم الأولى مراجعة جهات الاختصاص على موضوع علاوة التمييز والثانية جهات الاختصاص على برنامج التأمين الصحي. عندما نصل إلى باب مسدود لقدر الله ونحن نتفائل خير حقيقة، وكما أسلفنا في السابق بأن ربما ونظن حسن الظن بأن هذا القرار سقط سهوا عدم تنفيذه على مركز البحوث والخبره القضائيه على اعضاء مركز البحوث والخبره القضائيه. نعم، من جهات الاختصاص بوزاره العدل وبرئاسه الوزراء ان تنظر وتلتفت لمركز البحوث والخبره القضائيه وموظفيه وخبرائها بعين الاعتبار، لان الخبير القضائي هو القاضي الفني للمحاكم والنيابات وهو المختص في صد النزاعات والقضايا الخطيره ذات الغموض التي لا يستطيع القاضي في المحكمه ان يبثها، يحيلها الى مركز الخبره القضائيه بحوث لطرحها وعرضها على الخبراء. نعم سيد علي، والاطباء الشرعيين بالمركز. نعم. سيد علي عفوا على المقاطعه، في حال لم تستجب جهات الاختصاص الجهات المعنيه مطالبكم فما الخطوه المقبله؟ والله ربما نضطر، اسفين جدا جدا جدا، ربما نضطر لقفل المركز والاعتصام على مستوى ليبيا، لان نحن نملك اكثر من 7 فروع على مستوى ليبيا، في الكفرة، في سبها، في بنغازي، في صبراتة، في الزاوية، في طرابلس، في الخومس، في زريال، في جدابية، في يعني نملك يعني والطب الشرعي والمختبرات الجنائية والخبرة لا يستطيع أي دولة على وجه الأرض أن تتخلى عنها دقيقة واحدة، لأن لو فكرنا المركز هذا يوم واحد بس حتحصل كوارث ومشاكل. الآن الكثير من المواطنين يأتي إلى قسم الترجمة عندنا لترجمة تقارير طبية وإفادات تخرج كذا للخروج بها خارج ليبيا، للذين تحصل على إفاد دورات خارج البلد، للذين يحتاجون لعلاج خارج البلد. لكن ذلك ألا يؤثر سيد علي عفوا على المقاطعة مرة ثانية، ألا يؤثر ذلك سير العمل داخل مركز الخبرة القضائية؟ هو أكيد حيؤثر سير العمل، ولكن صراحة خليني أقول أن أنا متفائل خير ومتفائل جدا جدا بأن هذا الصوت سيصل بإذن الله تعالى إلى السادة أصحاب القرار
وانهم سيقومون بتدارك هذه السهوة التي حصلت في تنفيذ هذا القرار في اسرع وقت ممكن. والا يعني للاسف الشديد ولا نامل ان لا يحصل هذا، نامل ان نصل الى هذه المرحله ولا هذه الخطوه في قتل المركز، ونسال الله تعالى ان لا يحصل هذا الشيء. بالاضافه الى ذلك احنا سمعنا ان الان يناقش كثير من الجهات العامه في جداول مركزات جديده لكل حسب تخصصه وحسب طبيعه عمله. لماذا لا يناقش جد المرتبات مركز الخبره قضيه البحوث؟ لان هذا المركز كما اسلفت يعني يمثل يلعب دور كبير جدا ومهم جدا في اي مجتمع، وبالاخص المجتمع الليبي في هذه الاحداث. المركز يعاني من نقص شديد في الامكانيات، المركز ليس نعم سيد علي الان ميزانيه، نعم اليست لديكم اي وسيله اخرى للمطالبه بحقوقهم الا الوقفه الاحتجاجيه؟ يعني هل وصلت الامور الى هذا الحد؟ نعم، انا كما اسلفت الوقفه الحلاجيه تم تشكيل لجنتين، يعني كما اسلفت اللجنتين هذوما سوف يقومون بالمراجعه كل يوم في 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 وزاره في رئاسه الوزراء وفي وزاره الخزانه وفي وزاره العدل، الى عند ما يوصلوا الى ان يعني وانا زي ما قلت يعني نعم وصلت الفكره، شكرا جزيلا. متفائل خير وكل الموظفين بالمركز متفائلين خير، وبالمناسبه استغل هذه الفرصه واهني اخواني وزملائنا بوزاره العدل بحصولهم على هذه العلاوه التي نسأل الله تعالى طيب يستفيدوا منها في حياتهم اليومية. نعم وصلت الفكرة سيد علي العروسي رئيس العلاقات العامة بمركز الخبرة القضائية، نشكرك جزيل الشكر. عقد رئيس جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع طرابلس ماهر داعوب اجتماعا للجمعية لمناقشة آليات العمل في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد. داعوب أعرب بحث مع رؤساء المكاتب الإمكانيات المتاحة والتنسيق مع السلطات المحلية، كما تناول الاجتماع علاقة الجمعية مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر وآلية التنسيق لعقد ملتقى الأمناء بالهيئة العامة للجمعية. نشرتنا مستمرة مشاهدينا الكرام، وفيها بعد الفاصل: شباب إجدابية معركة بدأت ضد الخوارج. عيون العالم على ليبيا ومخاوف من تنامي الإرهاب. كوبلر يختتم لقاءاته في مصر بلقاء نبيل العربي. طرابلس موظفو الخبرة القضائية يطالبون بحقوقهم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. اتفق ممثلو 11 مدينة في غرب طرابلس في اجتماع لهم بمدينة الزاوية على تشكيل لجنة مفاوضات ممثلة للمدن المتضررة من إغلاق الطريق الساحلي من طرابلس إلى المدن الغربية. اللجنة تضم 30 شخصا بواقع 2 عن بلديات كافة المدن الغربية، بالإضافة إلى ما اسموها رابطة شهداء الطائرة العمودية ومنظمة المهجرين، مع بقاء الباب مفتوحا لباقي البلديات المعنية بالانضمام للجنة. مهامها حاليا هي التفاوض مع ممثلي منطقة ورشفانة لإيجاد الحلول لإعادة فتح الطريق الساحلي وتأمينها. يذكر أن ممثلي اللجنة منحوا تفويضا كاملا في اتخاذ القرارات التي تثبت حق سكان المدن المتضررة في أي اتفاق يتم التوصل إليه. أعلن شباب من مدينة إجدابية في بيان ثان صادر عنهم ليلة الأحد اصطفافهم وتنسيقهم مع شباب أحياء المدينة لإعلان الحرب على الخوارج، محذرين المجموعات المتعاطفة مع المتطرفين من إعطاء أي معلومات عن الجيش أو تحركاته ضد الخوارج. نحن شباب حي الوفاق الغربي الأدغال في مدينة إجدابية، وبالاتحاد مع الأحياء الأخرى حرسها الله من كيد الخوارج المارقين، نعلم الجميع أننا جاهزون جاهزية تامة بمساندة الجيش الليبي للقضاء على الخوارج الذين عاثوا في مدينة إجدابية قتلا وغدرا وتدميرا للممتلكات وترويعا للآمنين، كما أننا نحذر من يقوم بالتجسس
وإعطاء المعلومات للخوارج بارتكاب أبشع جرائم، لأنكم مفضوحون وسيكون العقاب أليما ومؤلما إن لم ترجعوا وتتوبوا إلى الله. التأمت بمدينة المرج بالجبل الأخضر ندوة بعنوان الإرهاب الأثر والتأثير من أعمال المنظمة الليبية للتطوير والتنمية المستدامة، وحضرها الدكتور عاشور شوايل وزير الداخلية السابق وعميد كلية الحقوق بجامعة بني غازي، والدكتورة جازية شعيتير وكيلة كلية الحقوق بجامعة بني غازي، وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومجموعة من وكلاء النيابة والمحامون وأفراد من جهاز الشرطة القضائية، بالإضافة لعدد من المهتمين والإعلاميين. وخلال الندوة ألقيت عدد من المحاضرات ودار النقاش من قبل الحضور حول عدة نقاط ومفاهيم تتعلق بقانون مكافحة الإرهاب الصادر عن مجلس النواب عام 2014. معركة بني غازي حكاية المدينة العصية، كما وصفها فيلم تسجيلي للمخرج محمد مخلوف، يروي فيه قصصا وأحداثا ومشاهد من قلب المعارك فيها ويجسد معاناتها. فلنتابع فيلم معركة بنغازي، هو عمل للفنان محمد مخلوف، حكاية جسد فيها معاناة العصية بنغازي من خلال رسالة موجهة للعالم أولا وللحكومة ثانيا، لتعرف بأن بنغازي باقية وصامدة وأنها لن تركع إلا لله. هذا الفيلم هو رسالة أولا إلى العالم، ثانيا إلى الحكومة الليبية، لتعرف بأن بنغازي باقية وأن بنغازي صامدة وأن بنغازي لن تركع بإذن الله إلا لله سبحانه وتعالى. أيضا هذه رسالة للنازحين الذين يعانون معاناة كبيرة، نقول لهم أصبروا وإن شاء الله سوف الأمور تذهب إلى الأحسن بإذن الله سبحانه وتعالى. أحداث وشواهد تاريخية من قلب المعركة وتفاصيل ربما تعرض لأول مرة من الحياة المدنية لبني غازي، بطولات الجيش وشباب المدنيين والنازحين. صور هذا الفيلم في كل الجبهات والمحاور رغم العقبات والتحديات التي واجهت فريق العمل، وكان أبرزها صعوبة التصوير في الجبهات وإذن السماح بالتصوير. ندعو نحن شباب مناطق مدنية ومعنا ناس من الجيش ومشاة بحرية وباحث جنائي وشرطة، ناس متعاونين معنا. دمار وخراب، معاناة معيشية وأخرى إنسانية صعبة، نزوح ومأساة للعائلات، أطفال وفتيات صغار، تكشف مصادر طبية النقابة عن وضعهم النفسي قد وصل إلى حدوده القصوى بسبب تردي الأوضاع المعيشية والمشاكل الاجتماعية، منها انخفاض مستوى الدخل مقابل ارتفاع الأسعار وعجز الآباء أحياناً على الإيفاء بمتطلباتهم، لا سيما الأسر التي نزحت من مناطقها وليس لديها مأوى أو منزلاً آخر، إلى جانب مقتل عدد كبير من شبابهم المدنيين في المواجهات المسلحة التي تشهدها المدينة، إضافة للمشاكل العائلية الحاصلة داخل البيوت، وربما الأم داخل الأسرة هي المتضرر والخاسر الأكبر، لأنها هي من تقع على عاتقها المسؤولية وتدفع ثمنا لفقدانها رجال بيتها. استضاف رئيس اللجنة المختصة بالتراث العالمي المكلفة بمصلحة الأثار بالحكومة المؤقتة فضل عبد العزيز مبروك مسؤولي مراقبة أثار بني غازي ومكتب توكرة، حيث قدم عرض مرئي لتعريف بالتراث العالمي وكيفية تسجيل المواقع، وتناول بشرح المعايير التي يجب أن تتوفر في الموقع حتى يتم اختياره كموقع تراث عالمي، وقد حضر الكثير من باحثي الأثار هذا العرض. قدمت الفرقة الوطنية للمسرح بمدينة المرج عرضها المسرحي الجديد بعنوان الناقوس، العمل من تأليف وإخراج الفنان الدراماتوج أحمد إبراهيم وبطولة الفنانين علي القديري وجمال زايد. جاء هذا العرض باكورة لأعمال الفرقة بعد تأسيسها ضمن قرارات الهيئة العامة للثقافة والإعلام التابعة للحكومة المؤقتة، وقد حضر هذا العرض الاحتفائي رئيس الهيئة العامة للثقافة والإعلام
وعدد من المهتمين من سكان المرج. وبعد نهاية العرض الذي تواصل لسبعين دقيقة، أعلن رئيس الهيئة أنه ستكون للفرقة فرصة المشاركة في مهرجان الكويت للمسرح في يناير القادم 2016. قام منتسبو منظمة أم المؤمنين من ذوي الاحتياجات الخاصة بزيارة لقسم الأطفال بمركز سبها الطبي وتوزيع هدايا وألعاب على المرضى والأطفال من نزلاء القسم كدعم نفسي لهم. فاطمة الناجم رئيسة المنظمة قالت أن الهدف من الزيارة إدخال البهجة والسرور وتغيير الأجواء للأطفال المرضى وإدماج شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة وإشراكها في المناشط نظرا لما تعانيه تلك الشريحة من تهميش، مضيفة أنه تم الوقوف على عدة حالات مستعصية ومزمنة، وستحاول المنظمة التواصل مع المسؤولين وأصحاب الأيادي البيضاء من أجل مساعدتهم وعلاجهم على حد قولها. مشاهدينا، نشاتنا متواصلة وتتابعون فيها بعد الفاصل. الناخبون في بوركينا فاسو يدلون بأصواتهم لاختيار رئيس جديد للبلاد. عيون العالم على ليبيا ومخاوف من تنامي الإرهاب. كوبلر يختتم لقاءاته في مصر بلقاء نبيل العربي. طرابلس موظفو الخبرة القضائية يطالبون بحقوقهم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. أدلى الناخبون في بوركينا فاسو بأصواتهم اليوم الأحد في أول انتخابات لاختيار رئيس جديد للبلاد منذ عقود، ويخوض 14 مرشحا المنافسة، لكن محللين يرون أن اثنين فقط يتمتعان بفرصة حقيقية للفوز، هما روش مارك كابوري الذي كان رئيسا للوزراء في عهد كومباوري، وزيفيرين ديابري وهو رجل أعمال. ومن المتوقع أن يكون الإقبال قويا للناخبين نظرا لأهمية التصويت، لكن شهودا قالوا أن الإقبال بدا لهم ضعيفا حينما فتحت مراكز الاقتراع في الساعات الأولى من التصويت. سلمت جثة الطيار الروسي الذي لقي حتفه عندما أسقطت تركيا طائرة حربية روسية إلى الملحق العسكري الروسي اليوم. وقال مسؤولون أتراك أن الجثة وضعت على طائرة شحن تركية ونقلت إلى أنقرة، حيث سيتم نقلها من هناك إلى روسيا بطائرة أرسلتها موسكو. رئيس الوزراء التركي أحمد داود أغلو قال أن الجثة الطيار الروسي وصلت إليهم في وقت متأخر من مساء السبت لكي يتم تسليمها إلى الجهات الروسية. هذا وقال متحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الرئيس مستنفر تماما لمواجهة ما يعتبره الكرملين تهديدا غير مسبوق من تركيا بعد إسقاطها لطائرة حربية روسية. وفي تعليقات تعكس مدى غضب الكرملين بسبب هذا الحادث، وصف المتحدث ديمتري بياسكوف تصرف سلاح الجو التركي بأنه جنون مطبق، وقال أن التعامل أنقرة مع الأزمة بعد وقوعها ذكره بمسرح العبث، مضيفا أن الأزمة دفعت بوتين لإجراءات اقتصادية انتقامية ضد تركيا للاستنفار بطريقة الجيوش في أوقات الأزمات، مكررا حسب قوله بأن الرئيس مستنفر تماما ومستنفر للحد الذي يقتضيه الموقف. До того уровня, которого требуют обстоятельства. Обстоятельства беспрецедентные. أفادت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني أنها ستتحدث مع تركيا وروسيا لضمان عدم تأثير التوتر بينهما على العملية السياسية في سوريا. موغريني أوضحت أن التراجع إلى الخلف في المحادثات السورية على خلفية التأزم بين روسيا وتركيا خطأ فادح، وأكدت أن على تركيا مباشرة العملية السياسية السلمية مع الأكراد في أسرع وقت ممكن، مفيدة أن الاستقرار في سوريا
سوريا سيكون جزءا رئيسيا من الحوار بين تركيا والاتحاد الأوروبي، كما أشارت إلى أنها ستبحث الأسبوع المقبل مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأزمة بين روسيا وتركيا وتداعياتها على تسوية الأزمة السورية. قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أن كل الحكومات تقريبا أعدت خططا لمكافحة ارتفاع درجة الحرارة الأرض إلى ما بعد عام 2020 في دلالة إيجابية لإيجاد حل لسلسلة من العراقيل في قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة والتي ستبدأ غدا الاثنين. وحتى الآن أصدرت 138 دولة من أصل 195 خططا طويلة الأمد لمعالجة تغيير المناخ، الغرض منها وضع الأسس للتوصل إلى اتفاق في باريس. وشهد الأسبوع المنصرم نشاطا من أكثر من 12 دولة في هذا الشأن، منها جنوب السودان والكويت واليمن وكوبا. وتأمل الحكومات أن تتوصل القمة إلى اتفاق يمثل تحولا عن الاعتماد المتزايد على الوقود الأحفوري منذ الثورة الصناعية والاتجاه نحو مصادر طاقة صديقة للبيئة مثل الرياح أو الطاقة الشمسية. إجمالا في هذه الدورة، كما فاز فيلم جوق العميان للمغربي محمد مفتكر بالجائزة الكبرى للمهرجان التانيث الذهبي. وكرم المهرجان في حفل الختام الذي حضرته وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث لطيف الأخضر وعدد من السفراء والمسؤولين المخرج التونسي نوري بوزيد. مشاهدينا، وقبل الختام هذه جولة في أحوال الطقس في بعض المدن الليبية ليوم الغد، فلنتابع. أخبار 11، لم يتبقى لنا سوى تذكير بأبرز العناوين. عيون العالم على ليبيا ومخاوف من تنامي الإرهاب. كوبلر يختتم لقاءاته في مصر بلقاء نبيل العربي. طرابلس موظفو الخبرة القضائية يطالبون بحقوقهم. نهاية النشرة مشاهدينا، شكرا لكم على كرم المتابعة، إلى اللقاء.